وكان مصدر أمني قد صرح في وقت سابق أن الهجوم الإرهابي بالعياط نفذه مجهولون وبحوزتهم أسلحة نارية وآلية، مشيرا إلى أنهم هاجموا قوات الأمن بمحطة تحصيل الرسوم وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة ثم فروا هاربين. هذا وقد انتقلت على الفور إلى محل الواقعة قيادات مديرية أمن الجيزة، وتم نشر عدة أكمنة وتنفيذ حملة مداهمات على الطريق الإقليمي في محاولة لضبط الجناة.